سريعاً انقضت ليالي رمضان، شهر حمل أحداثاً من كل المجالات، سياسية وأمنية واقتصادية وفنية ورياضية. لكن السياسة أزاحت الفن عن الصدارة الذي اعتاد الاستيلاء عليها في كل رمضان. كنا معكم طيلة ليالي رمضان بحلقات منوعة شهدت حضور عشرات النجوم العرب الذين أطلقوا تصريحات كان لها صداها في الإعلام ووسائل التواصل. أهلا بكم في حلقتنا الأخيرة من الموسم الرمضاني لتفاعلكم هذا العام، والتي نخصصها للتذكير بأبرز ما جاء في الموسم. سارة البدراوي نلقاكم بعد قليل في حلقة جديدة من تفاعلكم. يشرفني. Now, because when we start, you cannot move around here at all. Here, Raja. Ah, Samay. هبص هنا. أنا عملت إيه بس يعني؟ عفوا النور عندنا بيقطع شوية، بس إحنا تمام بنكمل معاك لو شايفيننا ومتابعينا. بس بتقويه نكسي والله. والله العظيم، بس كنت ساكت بس. بحاول أفك والله. كل سنة وانتو طيبين. في مين اللي بيزعل؟ سوري أنا قلت لكم الساعة 11، بس هو مو الساعة 11، هو 12 خمس دقايق 10 دقايق، ليه متأكدة بس 12. شلون أسمع هالحين؟ أنا الحين مبينة؟ الشعر السياسي. استخف وعارف يكون 12. مع عالم عربي مختلف ومشتعل بين الحرب والنزوح واللجوء، أبت السياسة إلا أن تكون حاضرة في حوارنا مع نجومنا، وعليها اختلفوا أيضا. بعضهم فصلها عن الفن وسحب حقوق الفنان من التحدث فيها، وآخر اعتبر الفن وسيلة مثلى لدعم شعب بلاده والإعلان عن موقفه. سبب موافقتك على سلسال الدم هم الإخوان، إذا تشرح لنا إيش كان قصدك بهذا التصريح؟ بس مش الاخوان مش تعاطفهم، انا عشان ابرز تفكيرهم وما يضمرونه من شر للامه الاسلاميه والعربيه في كل مكان. هل انت مع او ضد ابداء الممثلين السوريين رايهم حول المواضيع السياسيه؟ انا ضد تدخل الفنان بعالم السياسي، لان الفن هو فن والسياسة هي سياسة. دور اللي عم بقوم فيه دائما بحب صحح، هو ليس دور سياسي. أنا شخص ما لي خايض انتخابات بصراحة، ولاني شخص واقف مع حزب ضد حزب بانتخابات. أنا إنسان أسعى لإنقاذ وطني، لأنه الإنسان بلا وطن لا شيء. نحن بنحاول نحافظ دائما على صوت الناس السوريين، الصوت المعتدل اللي بينبز الحرب وبده السلام وبده سوريا دولة ديمقراطية ودولة واحدة، ونبحث عن الحل السياسي العادل لكل الناس، سوريا بلا استبداد. والله الغياب بسبب الأحداث اللي صارت في بلدي الحبيب سوريا، فطوال هاي الفترات الماضية اشتغلت بالإغاثة وحسيت أنه النجومية كلها اللي عملتها ولا شيء قدام دمعة طفل سوري محتاج، يعني ما عم يشعر بالأمن والاستقرار. وإلى الأعمال الفنية، فرضا الناس غاية لا تدرك. هكذا باختصار يمكن وصف ردات الفعل على الإنتاج الدرامي في رمضان. فرغما عن إعجاب البعض بأداء بعض الفنانين، لا يخلو الأمر من نقد هنا أو هناك. سعينا أن نطرح ما يقوله الجمهور في مواقع التواصل على ضيوفنا. البعض رد على النقد على اعتباره أمرا صحيا، بل ودليلا على النجاح. وهناك من جعل من النقد وصفة لتطوير قدراته، في من زعج البعض من النقد وبشدة. نتابع تعليقات جات من شخصيات شهيرة، يمكن واحد منهم كان الإعلامي مفيد فوزي، اللي يعني في واحد من البرامج التلفزيونية عمل كأنه بيتكلم مع صورتك وقال ارحمنا بقى. أرحمكم. حاضر يا أستاذ مفيد، تحت أمرك. أرحمكم. قال أنك أنت ممثل كويس بس أنت ما بتضحكه. لا أنا ما سمعتش إن أنا ما بضحكوش. لا لو ما ضحكتش الأستاذ مفيد فأنا ليش شرف. آراء كثيرة، ما فيش حد عمره ما هي هي هيوافق على شخص واحد. في حاجات أنا لازم أشتغل فيها زي نطق الحروف. يعني العمل حصد اهتمام، لكن في انتقادات على الجرأة، بعض المشاهد خصوصا اللي بتجمعك بينك وبين الفنانة الراقصة دينا رهاني على أداء اللحظة
انه كانت لحظه تمثيل عاليه جدا. ما بيكونوا اثنين بيحبوا بعض قاعدين بدهم يلعبوا شطرنج. يعني بلحظه اذا قدمتي انت الشيء الصح بواقعيته بيحكي لك انه لا. وفي لحظه بصير في نقد لانه المسلسلات من دول اخرى بتنجح بسبب واقعيتها. انت في هذا العمل يا فيصل اسمح لي اناقشك في هذا الموضوع، انت في هذا العمل في النهايه الشاب مثلا يسوي بادره جميله، يعني انا انتظر الحلقه 22 دقيقه واشوف فيها نموذج سيء جدا للشاب بعدين في النهايه يسوي بادره مو صحيح. لطيفه مو صحيح اي حلقه هذه عنصريه يا فيصل. أنت عنصريه؟ انت شفت الحلقات كلها بامانه؟ شفت كثير منها. أسميها؟ لا. لازم يكون في ايجابيات وسلبيات واكيد حنتكلم في الايجابيات. نحن قلنا انه عندك مشاهدات. انت فيصل انت ما تبي تسمع اي انتقادات. لا ابغى اسمع. هل شباب يعني البومب برأيك بيمثل شريحة كبيرة من المجتمع؟ لا يمثل شريحة كبيرة، وأيضا مش أنه غير موجود بدليل الجماهيرية العنيفة للبرنامج. في ناس بيشوفون أنا بالغت، في ناس بيشوفوني قصرت، يعني بعض الأحيان لما بغيب مثلا ساعتين ثلاثة بدخل على الانستغرام وينك عسى ما شر، طيب يعني قاعدة حالي حال العالم مش فيني، مش لازم أصور كل شيء 24 ساعة. وفي ناس قد يشوفون انه في مبالغه، انا انصحهم انهم يسووا عدم متابعه. تزعلك كلمه طقاقه على السيره؟ لا ما تزعلني، انا اعتبر الناس اللي تقول طقاقه هم المتخلفين مش احنا. اساءه للمراه الخليجيه دورك، كيف تردي على هذه النقطه تحديدا؟ دائما بقول لك شغله، انا احترم راي الكل، لكن عسانا ما نمثل شيء قالوا اساءه للمراه الخليجيه. عسانا ما نمثل مسلسل مصري قالوا إساءة المرأة الخليجية، مسلسل عربي قالوا مسلسل، يعني بعرف شلون الرسالة راح تتقدم. ركز على شخصيتك وشخصيات تانية، على العلاقة بين الرجل والمرأة بشكل كبير، ويمكن أغفل جوانب حياتية تانية حوالينا. هل كان هذا الشيء مقصود أو أنه تشعري أنه لا يمكن كان ممكن نضيف جوانب حياتية أخرى؟ المسلسل بيناقش حاجات موجودة في حياتنا، لخبطة العلاقات والعلاقات الغلط اللي بندخل فيها والمشاعر اللي احنا بنحسها وما بنحسهاش بعد كده. أنا شايفة أنه ده بيتكلم عن الواقع المرير اللي احنا كلنا عايشين فيه. وفايز المالكي بطل عنده أعمال فنية يشارك فيها، فتوجه لهذه النوع من الأعمال للحديث عنها عشان يحافظ على نجوميته. أنا ما يهمني كلام الناس، اللي يقول فايز المالكي يعني ما شهرة وما شهرة، أنا ما أحتاج شهرة، أنا مشهور ولا قاعد اسوي شيء عشان الشيء. لو بشر كان رحت قدمت مسلسل او قدمت برنامج وانتهى الموضوع. احنا قاعدين نسوي شيء لوجه الله تعالى. المشاهير مثلهم مثل البشر البعيدين عن الاضواء، يغضبون وينزعجون وقد يتورطون في خلافات او مشكلات. عن الخلافات وسوء الفهم كانت لنا معهم وقفه. زعلتي بعد كده وصورتي كمان وقلتي انه ليش هي تصورني وتنزل هذا الفيديو؟ الموضوع ان في أمور لائقة وفي أمور غير لائقة. الإنسان لما يكون واعي، لما يكون فاهم الحياة، فاهم الناس، في حدود للأشياء. زهرة أنت ما كنت شايفة التليفون وهو بيصورك في وجهك؟ ما بتكلم في هالموضوع يا سارة، لأن الموضوع في عند القضاء الحين، فما بتكلم عنه. وبين فوز الفهد إحدى يعني الفاشينيستات في الكويت الشهيرات، ليش كسلته؟ أول شيء أوجه لها تحية أختي فوز، وبعدين أنا صار بيني مو بيني وبينها خلاف، إحنا بيننا وبين الشركة المنتجة خلاف. فقط لا، يعني انتم كان بينكم عمل؟ كان بيننا عمل بس صح. اختلفنا بشركه الانتاج وما يازن العمل وبس. هل انت لسه زعلان من شعيب؟ لا زعلان لا من فلان ولا من فلان، كله محبتنا وعيالنا وربنا يوفقهم جميعا. عرض المسلسل انت زعلتي من موضوع اسمك اللي جاء على التتر. يعني هو سوء تفاهم، الشركه المنتجه طبعا انا كتبت ده شرط اساسي في العقد ان انا اسمي بعد الفنان عادل امام. طبعا انت عارفه ان احنا قبل رمضان لسه بنصور ولسه بيعملوا مونتاج، و يعني ممكن يكون خطا من الشركه بس تداركوه. مشاهدينا فاصل ونكمل حلقتنا. جديد. إذا أحب الناس شخصية عامة اعتبروها ملكا لهم، هذا ينطبق على غالبية من الناس، فضولهم لا يتوقف عند جديد نجمهم المفضل، بل يصل الأمر إلى جديد علاقاته وحياته الخاصة من زواج وطلاق وحب. في هذا الموسم أسئلة طرحتموها من خلال حساب البرنامج على نجومنا، والبعض فرضوا سياق الحوار عن الحب والزواج، هكذا قالوا، نتابع.
جوزي كان جنبي من الأول خالص، ومن أول ما عرفنا على مرضي وكده، ولغاية دلوقتي الحمد لله هو جنبي على طول وما سابنيش خالص. أنت بتبيني في حياتك كأنك مش محتاجة رجل يعني. حاليا الحمد لله لا مش محتاجة، يعني مكتفية ومبسوطة ومشغولة وسعيدة لحد الثمالة. إن حصل حصل، ما حصل ما عندي هذا الهوس مثل بعض البنات إنه متى أتزوج والناس إيش هيقولوا. أبداً، بعد خلاص أنا الحمد لله تزوجت، وتزوجت مرتين على فكرة مش مرة، فالحمد لله. مرة بأولادك صحيح، وبعدين زوجي الأول كان سعودي وزوجي الثاني كان قطري. وإذا الله كتبني أتزوج مرة ثالثة فحتزوج بجنسية جديدة، ما أحب أكرر. أي مشروع زواج قريباً؟ والله سارة الأشياء هذه سواء كانت علاقة أو علاقة زواج، أنا الحين طبعاً أنا في علاقة حب وأتمنى أن هي يعني تتم بالزواج. نصيحة للبنات وهي أن الواحد ما يتخمش في المظهر، يعني الواحد لازم يختار بعقله وقلبه مع بعض. هل أنت متزوجة؟ هذا شيء خاص فيني، ما بيضر الأمة العربية شيء إذا كنت متزوجة ولا مطلقة ولا عزبة ولا ما بيشكل فرق في وجودي. هل أنت في علاقة حب؟ لا لا، طير حر. طير حر، الله. هي مشروع زواج يا سيدي. لا 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 سارة، خلينا أصحاب. ولو كنت في علاقة، الكل يسأل في الانستغرام أو في السوشيال ميديا أسيل في علاقة حب، أسيل تحب فلان على باي ذا واي، لو كنت ما حالا كنت ولو للحظة على الزواج من غير سعودية؟ ليلى حبيتها لأنها ليلى، ممكن ليلى تكون في السعودية على فكرة، ممكن تكون هي بنت سعودية أو بنت من الصين. الحمد لله أنا ما عنديش أي علاقات عشان كده مبسوطة جدا. إذا أردت أن تسرق ابتسامة من أحدهم اذكر ابنه أو ابنته، أو هكذا يعتقد، فالغالب أمام أبنائه ضعيف، فالأبناء قادرون على قلب قائمة المحظورات في الغالب لصالحهم. نتوقف مع نجومنا وأبنائهم. شعور كتير حلو أنه أنا تجوزت بكير وولادي عم يكبروا معي، فما في أحلى من هذا الشعور، وأنا بحسهم رفقاتي أكثر من أنهم أولادي. ودحين خلاص حيدخل الجامعة؟ ايه حيطلع لندن هلا يدرس ان شاء الله انترناشونال بزنس لو. كمان حيغادر البيت يعني حيفضل البيت شوي عليكم. طبعا امه متضايقه كثير بس انا عادي يعني بضل الرجال صلب اكثر من ولو المرأة. ياسمين اللي طلعت تدرس لا بروح معها انا. لو وقعت بنتك الوحيده حسنة في الحب قبل انهاء الجامعه هل تسمحي لها ان تتزوج؟ مع السلامه الله معاها، المهم انها واحد سعيده. لو بنتك بنفس عمرك تسمحي لها تتزوج بنفس العمر اللي انت تزوجتي فيه؟ لا بس اذا صار يعني صار انه في زوج المناسب فعلا اللي شاريها وممكن يسعدها ليش لا. اولادي انا ما سالتهمش هل انتوا نفسكم تبقوا شخصيات عامه ولا لا، زي ما انا سئلت ودخلت المجال الفني واخترت ان انا اكون شخصيه عامه بارادتي، فما اقدرش ان انا اتحفظ الناس تتدخل في حياتي انا الشخصيه، لان خلاص الشخصيه العامه متاح للناس انها تتدخل لليميت او بحساب. في اهتمام بحياتك الشخصية بشكل كبير، لو رزقك الله بأطفال هل ستترك لهم حرية الدين؟ طبعا راح أعلمهم كل شيء، يعني راح أعلمهم طبعا كل الديانات، وفي الأخير دائما أقول طريق الإيمان واحد. بنتي نور كانت عاوزة تعبان وواحد صديقنا جاب لنا تعبان، فلما شافته كان صغير خالص، فقالت لي إيه ده دودة أنا مش عاوزاه. وفي موسم رمضان سجلت حلقات تفاعلكم حضورا كبيرا على يوتيوب، وحظيت فقراتنا على يوتيوب قناة العربية تحديدا على مشاهدات تجاوزت 10 ملايين مشاهدة، وهذه قائمة بأكثر 5 فيديوهات على يوتيوب مشاهدة. بس انه هذا كان اثبات قد يكون انه انا ما زلت بنت ام بي سي وما زلت موجوده مع ام بي سي. ساره عندك حصري دائما. طيب جميل جدا. مباشر اول مره. اي طبعا لا هم كبيره لكن اعتقد اللي يطلع من العربيه ايضا كبير. اللبس، الاجواء، الحوارات لحالها كانت تتخليك مكتئبه من غير ما تحسي. هذا سؤال جدا حلو، يعني كنت اتمنى انه الاسئله هذه اللي تسالون الناس تسال اسئله احسن مني يا فيصل، خلاص افتح نفسي. لا والله ساره الضحكة لم تكن غائبة، والمواقف الطريفة سجلت حضورا مع معظم من استضفناهم خلال شهر رمضان، ولم تقتصر على نجوم الكوميديا. هذه وقفة سريعة مع أحداث طريفة في تفاعلكم. أنه لما ما يجيبوكي في مهرجان دبي أو مهرجان في الكويت أو مهرجان في قطر تزعلي ولا ما تزعلي وأنت سعودية؟
يجيبوا مين؟ يجيبوا واحدة سوري ما احترام الجنسيات، يجيبوا من لبنان أو من المغرب أو من مدري وين. ليه أجل إحنا وين نروح نغني؟ في جاكرتا؟ وين نغني؟ ممنوع تضحك أنا زعلان الحين. مثلا يقول لك الفنان فلاني خد 24 مليون في المسلسل ده، فطبعا هتتحسب إن بيومي خد 24 مليون. إن بيومي عمل 7 مسلسلات في 24 مليون، فخلاص أنا كده هسدد ديون بلدي. يعني هذه الكرش ما هي، أنت مش أنت تخنت نفسك، انت كنت حاطط حاجة. تخنت نفسي وكان صعب جدا انك تشربي في اليوم 10، بديش احكي النوع، مشروب غازي هيك عشان الواحد عشان الواحد يطلع هيك بالمشهد. سارة انت عارفة قدرات نفسك بالتقديم، عارفة انك انت مذيعة ما شاء الله شاطرة ومتمكنة. انا عارفة نفسي ان انا متمكنة بالتمثيل او عندي هالثقة وايد بنفسي. زملائي بيسألوا بتتكلمي عن مين لما قلتي عني شاطرة. أروى أنت من مواليد جدة في السعودية؟ أيوة أيوة. أنا جدوية. مش حابين ناخدك أكتر من والله التصوير. عمالين يزعقوا لي سارة بسببك. لا 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 لا, لا, لا. ما يرضينا. مين البنات اللي وراك؟ هذه بنتي الجازي وبنتي صبا. لما شافوني سجل جوني كذا، فالمصور يحاول يبعدهم لكنهم جو الله يصلحهم. يعني هذا تمثيل في النهاية. أنا وايد انسبيت بالإنستغرام. وايد انسبيت وايد، بس إنه في النهاية هذا رد فعل جيد بالنسبة لي وعلامة نجاح. مستبشرين فيكي، موسم إن شاء الله جميل على وجهك. أختي أنت شكلك بريء، بس خلينا نجيب العيد. لا 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 لا. الله يستر الله يستر. خفايف خفايف. خفت من المقارنة أيضا، يعني برضو هم أسماء يعني كبيرة في عالم الإعلام اللي قدمت هذا البرنامج. أي طبعا، لا هم كبيرة، لكن أعتقد اللي يطلع من العربية أيضا كبير. الله الله، هذه يعني أنت أعطيتني الجواب اللي ما أقدر أختلف فيك في أختلف معك فيه أبدا يعني. تعرف أنه في كثير ناس مثلا يقولوا أنك أنت النسخة الرجالية من الفاشينيستات. يعني شو؟ يعني أنت فاشينيستا رجالي، يعني أنت رجل تهتم بمظهرك، بتروح مطاعم. إن الله جميل يحب الجمال، يعني الواحد لازم يلبس عدل بعدين شو أطلع بهذا. صح. المهم وقفت في إشارة، فكان في مدرسة بنات، فطلعوا علي البنات وعايزين يتصوروا ومش عارفة إيه. قلت لهم لا لا لا، بصوا بقى، أنتوا عارفين الفنان عادل إمام؟ قالوا لي آه طبعا. قلت لهم بصوا شايفين العربية اللي في الآخر دي؟ قالوا لي آه. قلت لهم دي الأستاذ عادل إمام، فإجروا على العربية عشان تتصوروا معي، وهو حبوب قوي ولذيذ قوي. وأنا خدت العربية طبعا وترت، رحت هو بقى جه بعدها متأخر. إيه يا أستاذ عادل اتأخرت ليه؟ فيش التزام في المواعيد. ايوه اهلاوي، عشان يعني صراحه ان الاهلي فريق ملكي، لا يجوز لك ان لا تشجع الاهلي ايها الاتحاد الجميل، واخد بالك؟ لا يجوز. لكن في النهايه الوحده وحدتنا. انا ابغى اترك الاستوديو وامشي. لا لا واقفل المقابله اول مره اسويها. لا والله البيت بيتك، والله بيصير والله بيصير. وفي شهر رمضان الكريم جداول الفنانين والفنانات ممتلئة بمواعيد التصوير لإتمام حلقات المسلسلات التي يقومون ببطولتها، وبالرغم من هذا الانشغال استجاب نحو 50 نجما لتفاعلكم وسمحوا لنا بأن نكون منصة لهم للتواصل مع جمهورهم. لهؤلاء الشكر. أنا مؤمنة أنا أتواصل مع الناس. لحظة تمثيل عالي ودراسة وباقي اليوم الأساسي الأشياء هذه. لا عن جد أرسل لها أول فيديو أنا بعمله، يعني ما بنتكلم أصلا. برامج القصيرة يومي خد 7 4 عالم جميل، عالم موجود هنا يعني. أصلا ما كان أيامها أيام يفكر شوي كلها أو هذا الطلب منهم، يعني هم أكيد حتمنعنا موجود. يمكن أنت عشان في دبي هنا ما ترتفع مع كمان إحنا لما بنتعود كل العلاقات. أهلا بك الأول، عاملة إيه؟ العنوان يعبر عن نفسه. شكرا لك. باي باي. وصلنا إلى ختام آخر حلقة من تفاعلكم في موسمه الرمضاني، ونعود لتوقيتنا المعتاد من الأحد للخميس في تمام 6 بتوقيت السعودية. أترككم في رعاية الله، وكل عام وأنتم بألف خير. أدام الله أعيادكم.